وزعوا شوية وزعوا. النهاردة بدأنا أول فعالية لينا لحملة السيد الرئيس حمدين صباح إن شاء الله. بدأنا بإيفنت على الفيسبوك والناس الحمد لله وافقت عليها، وبدأنا نزلنا النهاردة على كوبري قصر النيل. اتحركنا الساعة 5 ووصلنا هنا. العدد الحمد لله مغطيين الكوبري كله، مع إن التسويق الحملة ما كانتش كبيرة أوي زي ما أنت متخيل، هي على الفيس بس. دي أول تجربة لينا، الحمد لله الشباب كلهم موجودين. ربنا يسهل الأيام الجاية، استنونا بإذن الله هنغطي أنحاء الجمهورية كلها. الناس بتاعتنا تبقى منتشرين في كل مكان. اللي عايز يأيد حمدين صباح بجد ويأيد الثورة بتاعتنا لازم ينزل ويقف معانا.